السلام عليكم ومرحبا طلاب. اليوم عندنا المحاضرة الأخيرة من السلسلة اللي شرحنا بيها عن الدوائر اللي تحوي على Operation Amplifier بالإضافة إلى مقاومات ومصادر فولتية. هذا المثال راح نلاحظ بينه عندي 5 مطالب راح نجي عليهم واحد واحد إن شاء الله. أجي أنظر للدائرة مالي، عندي أمب أمب أو Operation Amplifier حسب ما يسمونه، على طرف السالب عندي مقاومتين وعندي مصدر فولتية، وعلى الطرف الموجب أيضا عندي مقاومتين عندي مصدر فولتية، ومن الجهة عندي فقط الإخراج. المشكلة أو الشيء الغريب اللي عندي هو بهذه الدائرة يختلف عن الأمثلة السابقة، أنه عندي إدخالين بنفس الوقت. قبل شوية كان مثلا إما الإدخال على طرف الموجب وإما الإدخال على طرف السالب. لحل مثل هذا المثال راح نستخدم طريقة التحليل اللي هي سوبر بوزيشن، انه راح ناخذ كل مصدر فولتية مربوط على حدة. يعني نفرض انه V1 هو مصدر فولتية وعندها V2 شني، احنا نفرض ارضي، وبعدين ناخذ تأثير V2 وعندها هذا شني V1 احنا مال ارضي، يعني بدنا ناخذ V2، واخر شيء نجمع التأثيرين، يعني تأثير كل مصدر فولتية على حدة على هذه الدائرة. اوكي، هذه الشرح مال طريقة الحل. هسه ان شاء الله نبدأ بالتنفيذ. زين، قلنا على مود نجد قانون الكسب لهذه الدائرة، اوكي، لان هو مطلوب عندي الاخراج عندما الادخال هكذا، فانا لازم اجد قانون الكسب على مود اجد العلاقة ما بين الادخال والاخراج. اوكي زين، فقلنا عندي مصدرين فولتية مربوطين بنفس الوقت، راح اخذ تأثير كل واحد منهم على حدة. هسه راح اخذ تأثير V2. اشلون راح اخذ تأثير V2؟ راح اعتبر V1 هي عبارة عن ارضي. اوكي زين، نرسم الدائرة للتوضيح. هنرسم الدائرة مرة ثانية، طرف موجب طرف سالب، هنزل نفس التصميم. في اوت الموجب لو اشني، قلنا مقاومتين، بس لين انا عاد اخذ V2 اشنو؟ V1 راح اعتبره ارضي. السالب يرجع مقاومة قيمتها 5 تعمل كفيدباك، وهنا عندي مقاومة قيمتها 2، وهنا عندي V2. V2 خليتوها، V1 عملتو ارضي، راح اخذ تاثير V2، بعدين ايش؟ اخذ تاثير V1. زين، كيف اجد قانون الكسب لمثل هذه الدائره؟ عندي طريقتين، عندي الطريقه المباشره وعندي طريقه التحليل. اوكي، خلينا نفرض بانه الطلاب ما حافظين، او جتني هذه الدائره، هي دائره طبعا هي انفيرتنج. اوكي ليش؟ لان على الطرف السالب عندي مقاومه مربوطه فيدباك، وعندي RS قايبين المصدر، وعندي مصدر فولتية مربوط على الجزء السالب. طرف الموجب عندي بس مقاومات مربوطة على الأرضي. أوكي زين، هسه تقول مثلا الانفيرتنج الطرف الموجب ما كان عليه مقاومات، إيه ما عليه مقاومات عادي، بس أشني ما بينه مصدر فولتية، فبالتالي إذا فرضنا هني VI فأش قد أحصيه؟ 0. للتوضيح مثلا إذا نحن بالامتحان أنسينا شكل الانفيرتنج والنون انفيرتنج، نلجأ إلى طريقة التحليل. أوكي، راح أفرض أنا عندي هوني VI، راح افرض انا عندي هوني او عندي النود عفوا VB. اوكي زين، اجي على تحليل النود مال بي، اش راح اقول؟ VB ناقصا ايش؟ VB عفوا نود بي، يعني VB ناقصا V2 على مقاومة بيناتهم 2، زائدا VB ناقصا في اوت على المقاومة اللي بيناتهم اللي هي 5، زائدا هذا ايش يمثل؟ هسه مثلنا هذا الطرف اليسار، مثلنا الطرف اليمين، باقي الطرف المتجه الى الاعلى، هذا يمثل تيار الادخال اي ان تساوي لصفر. اتفقنا بالمحاضرة الاولى، قلنا كل تيارات الادخال تساوي لصفر، لان الاوب اب من خصائصه مقاومة الادخال تكون جدا عالية، فبالتالي تيار الادخال يساوي لي صفر. زين، اجي على نود اي، تحليل نود اي، خليهم زين. في اي ايش تساوي لي؟ ما عندي اي شيء، ما عندي مصدر فولتية، عندي فقط مقاومات، اذا في اي صفر لعدم وجود اي مصدر فولتية. عندي قانون يقول الفي دي اللي هي الفرق ما بين الفولتيتين تساوي في بي ناقصا في اي، قلنا هذه دائما نفرضها صفر، فبالتالي راح تصير ال VB تساوي ايش؟ VA، وتساوي اشقد صفر.
يعني هسه ممكن ان ارجع اعوض كل في بي بشنو؟ صفر صفر. ايش بقى لي من المعادلة اللي فوق؟ سالب في 2 على 2 سالب، اي يعني السالب هو نزل، ناقص في اوت على 5 تساوي صفر. اعبوه في على الطرف الثاني، صاد في اوت على 5 تساوي سالب في 2 على 2. اوكي زين، الفي 2 اللي هي تمثل الادخال، انا اريدها وين؟ اريدها تجي هوني بالمقام، اذا انا احطها بالمقام. الخمسة اريد اتخلص منه، اذا انا حضرب بخمسة. اجي هذا المقدار راح اوزعه او اضربه بالطرفين. زين، لما تجي هذا الطرف تضرب هذه الخمسة مع الخمسة تختصر، يبقى لي الفي اوت على في تو. زين، لما اجي اضرب هذا الطرف مع هذا ايش راح يصير؟ الفي تو مع الفي تو تختصر، يبقى لي السالب ينزل خمسة على 2. هذا ايش؟ الفي اوت على الفي ان، اللي الفي ان اللي هي متمثلة فقط في 2. اوكي، بعدين راح نجمع الادخالين او نجمع التأثيرين عفوا. هذا قانون الكسب لمثل هذه الدائرة، اذا كانت الفي 1 ارضي فراح يطلع لي قانون الكسب هكذا. اذا اكتشفتم بانه هذه الدائرة انفيرتنج، اذا انتم حافظين فهذه الانفيرتنج، قلنا قانون الكسب الفي اوت على الفي ان هون ايش تمثل لي؟ ايش اسمه؟ تكتبون في ان، بس ايش اسمه هوني؟ اسمه في 2. قانون الكسب ايش يقول؟ سالب ار اف على ار 1. ار اف ايش نقصد بها؟ المقاومه اللي هي الفيدباك، ايش قد قيمتها؟ 5. هذا السالب من قانون الار 1. اشني الار 1 اللي هي الار مال الادخال اللي مع المصدر، ايش قد قيمتها؟ 2. نفسه لما نفسه نفسه. اوكي، يعني اذا انتم عارفين انه ايش قد الحل، هذا الحل طلع اذا انت تعرف الدائره انفيرتنج، وهذا الحل طلع اذا بالتحليل. طبعا حتى التحليل اعتقد ما اخذ منه دقيقه دقيقتين، يعني على مود يعني اذا انتم ما متاكدين من انه هذا انفيرتنج ممكن تحللون الدائره. بس ملاحظه، يعني شرطه من الفي اي فرضناها صفر لان ما مربوط عندي ولا مصدر فولتيه. اوكي، ولهذا المقاومات هاي ما حتعمل لي فولتيه اذا ماكو مصدر اصلا. إذا كان عندي مقاومة هوني، هل الدائرة راح تعتبر انفيرتنج؟ إذا عندي مقاومة واحد أوم، هل راح تعتبر هذه الدائرة انفيرتنج؟ إيه تعتبر. ليش؟ هذول المقاومتين عشان مربوطين، مربوطين مع بعض على التوالي. يعني ممكن كان ممكن إيش أجمعهم وأمثلها بمقاومة واحدة اللي هي ثلاثة. أوكي، إذا يعني جتني مقاومتين واحدة من لوخ بهذا الشكل، ايضا ممكن ان اعتبر هذه الدائره انفيرتنج، اجمع قيمه المقاومتين وترجع مقاومه واحده. هكذا اخذنا تاثير الايش؟ الفي 2. هسه ناخذ تاثير الفي 1. زين، بعد ما اخذنا قبل شويه تاثير الفي 2، هسه ممكن ان ايش اخذ تاثير الفي 1. ايش اعمل؟ الفي 1 تبقى بالدائره والفي 2 اعوض مكانه ارضي. ارجع ارسم الدائره مره ثانيه ايضا. طبعا رسم الدائره مره ثانيه بس للتوضيح، انت ما يحتاج ترسمونه بالامتحان، هذا الامر يرجع لكم. هذا طرف الموجب، طرف السالب عندي مقاومة خمسة، عندي 2، وهذا قلنا احنا نفرضه ارضي. هون احس عندي في 1، هذا يكون شكل الدائرة لما اريد اخذ تأثير الفي 1. زين، شكل هذا الدائرة أيضا كان أخذتونه بأحد الأمثلة السابقة، نفس المثال نصا كان طبقنا لهذه الدائرة. لكن هوني بس عندي إيش؟ القيم تختلف. إذا الإدخال هو نفس الإدخال هوني، نفس الإدخال عند هذه النقطة، خلينا نسميها VA. أوكي، وهذا النود حسمينه مثلا B. بغض النظر عن النودات، هذه الدائرة، هذا الجزء من الدائرة ايش يشبه؟ اذا انت عندك الفي اي هوني، عندك في اي مربوطة على الطرف الموجب، والطرف السالب بينه مقاومة فيدباك ومقاومة ار اس، تشبه لك الدائرة ايش؟ نون انفيرتنج. هذا الجزء هو نون انفيرتنج، انه انت ايش الادخال، هسه تقول هذا الادخال الفي اي من جبته؟ هو المصدر، معناته هذا السلك، هذا السلك كله الجزء الموجب هو اللي راح يمثل لي الادخال لهذا الامب امب. تمام لو تمام. اوكي، هذه الفي اي راح تمثل لي الادخال على طرف الموجب. طرف السالب عندي مقاومه فيدباك وعندي الار اس، هاي الدائره تشبه لي النون انفيرتنج.
اش قد كان قانون الكسب؟ يقول اش عندي في اوت، الفي ان بهذه الدائره ايش اسمه؟ اسمه في اي. اوكي اوكي هسه اخذ بس هذا الجزء انا. اوكي زين، لان قطب هو هذا الجزء بس هو اللي النون انفرتنج. ايش قد كان قانون الكسب؟ واحد زائدا ار اف اللي هي المقاومه الفيدباك قيمتها 5 على ار 1 اللي هي 2. ايش نجد قيمه هذه؟ 5 على 2 3.5، 5 على 2 عفوا 2.5 زائد 1 3.5، تمام مثل ما قلنا. زين بس هاي 3.5 هي كسب الفولتية من اما نقطة لاما نقطة، من ال V out الى ال V A. انا اريد اخذ تأثير الكسب لكل هذه الدائرة اللي هو شنو، اللي هو يبدي من V out الى منو، اشنو الفولتية مال ادخال؟ هي V1. هذا اللي اريده. اشن لازم اجد قيمة ال V A وعوضها. ليش؟ لان هنا اخذها من في اوت على في اي، اخذ قيمة في اي واعوضها بهذه المنطقة. قيمة في اي اللي هي الفولتية من هذه النقطة الى الارضي، هي توازي مع اما مقاومة مع هذه، هاي قيمتها 10 هاي قيمتها 5، يعني قيمة الفي اي هي نفسها الفولتية مسلطة على المقاومة 10، اللي هي شلون؟ عندك مصدر فولتية مربوط مع مقاومتين، استخدم قانون الفولتج ديفايدر، يعني قانون تقسيم الفولتية. ليش اقصد بينه؟ الفولتية الكلية في 1 في المقاومة اللي عدوية درجة الفولتية عنده 10 على مجموع المقاومتين 10 زائد 5 15. هاي على 5 بيها 2، هاي على 5 بيها 3، يعني في 1 في 1 في 2 على 3. هاي قيمة منه؟ الفي اي. ارجع اعوض قيمة في اي بالقانون راح تطلع لي الكسب مال من ال V out الى ال V1، يعني V out تنزل نفسه. بدال ما انزل V A ايش راح انزل؟ لان هي نفسها راح انزل V1 في 2 على 3 تساوي ايش قد؟ 3.5. زين انا اريد شنو؟ اريد V out على V1 فقط، هاي ال 2 على 3 اريد اتخلص منها. ايش اتخلص منها؟ هي بالمقام. اذا مثلا هسه عندك 1 على 2، عندك 2 بالمقام، عشان تتخلص منه تضرب ب 2، فهاي ال 2 على 3 كلها بالمقام، اذا اضرب كل المعادله في 2 على 3، نفس 2 على 3 2 على 3. اوكي زين، لما هاي اجي اضرب هذا هاي الجزء مع هذه كلها تختصر، اجي اضرب هاي الجزئين ايش قد راح تطلع عندي؟ عندي 3.5 في 2 تقسيم 3 2.33. اوكي ال V out الى V1 هي 2.33. طيب زين، لو اجي على السؤال مالي، هكذا وجدت قانون الكسب اللي هو من ال V out الى V1. لو اجي على السؤال مالي ايش كان يقول لي؟ ما كان يقول لي جد الكسب، الكسب مال مال كلوزد لوب، كان اعيد الاوتبوت، يعني الفي اوت. الفي اوت شلون اجده؟ هذا ما قانون الكسب، هذا ايش قد المقام ماله؟ 1 وسطين في طرفين، فايش راح تطلع عندك؟ الفي اوت تساوي في اوت في 1 في اوت تساوي في 1 في ايش قد؟ هذا الرقم 2.33. يعني لو دخلت 1 فولت ايش قد تطلع الفي اوت؟ 1 في 2.33 راح تطلع 2.33. زين هذا اما اخراج، هذا الاخراج الثاني، لان احنا قلنا عندنا مصدرين فراح ناخذ تاثيرين. لو ارجع الاخراج الاول ايش نجد قيمته؟ ايضا وسطين في طرفين، راح يصير عندي في اوت تساوي لي في 2 في سالب 5 على 2. اوكي في اوت وحاضرب الفي 2 في كل هذا المقدار سالب 5 على 2. زين هسه كل اللي علي ان اجد الايش؟ الفي اوت النهائيه. ايش تساوي لي؟ الفي اوت الاولى، تاثير الفي اوت الاولى زائد تاثير الفي اوت الثانيه. الفي اوت الاولى ايش قد كان قيمتها؟ في 2
في سالب 5/2 زائدا ال V out الثانية طلعت لي V1 في 2.33. هذا تأثير المصدر الأول، هذا تأثير المصدر الثاني، إذا جمعناهم إيش راح يطلع؟ ال V out الكلية اللي هي الأصلية لإيش؟ لأما دائرة، لهذه الدائرة كلها، أوكي؟ لكل هذه الدائرة اللي هي الفي اوت، لما اربط مصدرين راح تطلع عندي قيمة الفي اوت بهذه الطريقة. زين، هسه بعد ان كملت المعادلات مال بندرجت المعادلة النهائية للفي اوت، الخمس مطالب باقي بس شغل تطبيق مباشر على هذه المعادلة النهائية. يقول جد الاخراج عندما الفي 1 والفي 2 كلاهما 1 فولت، يعني حعوض مكان الفي 2 1 ومكان ال V1 1. فاش راح يصير عندك؟ في 1 في سالب 5/2 سالب 5/2 زائد 1 في 2.33 2.33. ممكن نستخدم الحاسبة، سالب 5 سالب 5/2 زائد 2.33 يطلع لك 0.17. اوكي، طبعا احنا هذا خليناه بالكسور الاعتيادي وهذا بالكسور العشري، ممكن كان تخلوهم 2 مكسر عشري، ممكن كان تخلوهم 2 مكسر اعتيادي، ها شغل رياضيات، الناتج المهم يطلع نفسه. اوكي، انا مره واحد طلع عندي اعتيادي وواحد طلع عندي عشري، ممكن كان تخلوهم 22، ممكن 2 اعتيادي، وممكن واحد بواحد، ما مشكله. اوكي، ها رياضيات ما تفرق يعني. زين، هذا ايش؟ هذا المطلب الاول، فرع اي انه عوضته الاي الفي 2 1 فولت والفي 1 1 فولت. مطلب بي ايش كان يقول؟ يقول عوض الفي 1 1 فولت والفي 2 سالب 1. اذا انا حعوض الفي 2 سالب 1 في سالب 5/2 راح يصير زائد الفي 1 راح يصير 1 في 2.33. هون ايش راح يصير عندي؟ سالب مع سالب يختصر، فحصي عندي 5 تقسيم 2، هالمرة زائد 2.33 راح تطلع عندي 4.83. زين، هكذا وجدت الاي البي، باقي فرع السي. تلاحظون الحل كله على سطر سطر بمجرد انه وجدت معادلة الاخراج. السي يقول find الاي دي، ايش يقصد بيها؟ اللي هي differential gain of the amplifier. ايش اجده؟ عندي قانون هون لازم نحفظه وسهل، يعني الاي دي تساوي نص فولتية الاخراج امتي عندما في 1 تساوي سالب في 2. اوكي، الاي دي تساوي نصف فولتية الاخراج عندما الفي 1 تساوي سالب في 2، يعني مثلا تعوض الفي 1 1 الفي 2 سالب 1. طيب انا عندي هكذا شيء طبقته قبل شويه، فرع ايش عوضته؟ عوضته في 1 تساوي في 2 وتساوي 1. فرع بي عوضته في 1 تساوي سالب في 2 وتساوي 1، يعني هذه عوضتها مثلا 1، اللي اخرى عوضتها سالب 1. اوكي، بالعكس، اذا انا عندي هذا الشيء، ايش قد طلعت لي؟ 4.83. 4.83 يقول اضربه في نصف يطلع عندي 2.415 قيمة الايش؟ الاي دي. عرفنا شنو وجدناها؟ عشان وجدنا قيمة الـ AD هي نصف فولتية الإخراج عندما الـ V1، يعني V1 و V2 واحدة عكس الأخ، نفس المقدار لكن إيش؟ بس اختلاف بالإشارة. أنا طبقته قبل شوية هذه نفس المقدار بس كان عندي اختلاف بالإشارة، طلع لي هذا المقدار، فالـ AD تساوي إيش؟ نصف هذا المقدار. فرع C أو عفوا D يقول find AC، هذه AD ايش يقصد بها؟ كمان مود جين اوف ذا امبليفاير. ايضا القانون ما لاش يقول
الاي سي تساوي الفي اوت نفسه، هاي كانت تساوي نصف الفي اوت، هذه تساوي الفي اوت نفسه ايش عندما الفي 1 تساوي في 2، يعني هذه الاي سي هي تساوي فولتية الاخراج عندما ايش، عندما تعوض الفي 1 والفي 2 نفس القيمه. ايمتى انا عوضت الفي 1 والفي 2 نفس القيمه؟ فرع اي لما عوضت الفي 1 واحد والفي 2 واحد وبنفس الاشاره طلعت لي 0.17، اذا الاي سي ايضا تساوي لي 0.17. بس هون عندنا ملاحظه 2.5 ناقص 2.33 سالب 0.17، فهذا ايضا سالب 0.17 لنفس الاشاره. اوكي الاي سي هي نفس فولتيه الاخراج عندما الفي 1 تساوي لي في 2. يعني تلاحظون بعد ما وجدتوا معادله الاخراج فقط تطبيق سطر سطر، نحن شوي عم نطول من باب التوضيح والشرح. باقي لي المطلب الاخير اللي هو الكومن مود ريجن ريشو تساوي لي اشني اي دي على اي سي. هذول القيمتين كان طلعتهم انا اللي هي مش قد طلعوا عندي، الاي دي طلعت عندي 2.415، الاي سي طلعت عندي سالب 0.17 اقسم 2.415 تقسيم سالب 0.17 هيطلع عندك سالب 14.2 قيمة ال common mode regeneration. اوكي هكذا يكون حلينا كل هذا المثال، وجدنا الخمس مطالب. الفكرة كانت انه لما اجد ال V out وعندي ادخالين بنفس الوقت استخدم طريقة السوبربوزيشن، ان اخذ تأثير الاول اجعل الثاني ارضي، ارجع اخذ تأثير الثاني واجعل الاول ارضي، بعدين اجمع التأثيرين واعوض. اخذنا قانون الاي دي والاي سي والكومن مود ريجيشن وشان الريشيو. عشان التطبيق مالم كان عبارة عن سطر واحد لكل مطلب من هذول المطالب. هكذا يكون وصلنا ختام هذه السلسلة الأخرى سلسلة أخرى من الشرح، شرحنا بيها الدوائر اللي تحوي على مقاومات و Operation Amplifier. أتمنى تكون الأفكار وضحت وإن شاء الله تفيدكم.